الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد حصل القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين من مصدر خاص على محضر اللجنة المشكلة في ديوان الوقف السني لبحث موضوع تقاسم الأوقاف المنعقدة بتاريخ 23 من شهر تشرين الثاني عام 2020، والمقر من رئيس ديوان الوقف السني وكالة سعد كمش. وبعد دراسة الوثيقة وتحليلها تبين الآتي: أولاً، أوصت اللجنة المشكلة في ديوان الوقف السني لمتابعة هذا الموضوع بإلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيسي الوقفين الشيعي والسني بتاريخ 15 من شهر تشرين الأول عام 2020، والمصادق عليه من رئيس الوزراء الحالي بشأن تقاسم أوقاف الوقفين، وذلك لعدم إعداد الصيغة النهائية لرؤية حسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة من قبل مجلس الأوقاف الأعلى للوقف السني وعدم مصادقته عليها، فضلاً عن وجود مخالفات شرعية وقانونية في المحضر المذكور. ثانياً، اعتماد رئاسة الوزراء الحالية مقترح ممثل لجنة الوقف الشيعي فقط في محضر لجنة الفك والعزل المنعقدة بتاريخ 18 من شهر تشرين الأول عام 2018، وهو ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة بحضور رئيسي الوقفين، وإهمال مقترحات ممثلي اللجان الأربع الأخرى وهم ممثل الوقف السني وممثل التسجيل العقاري وممثل عقارات الدولة وممثل مجلس القضاء الأعلى، التي كانت متفقة على إحالة الملف إلى القضاء. ثالثاً، ثبوت استلام الوقف الشيعي لكل حججه الوقفية البالغ عددها 452 بتاريخ 7 من شهر كانون الثاني عام 2004، زائداً 21 إضبارة بتاريخ 18 من شهر آيار لعام 2006، وحسب محاضر موثقة بين الوقفين. وبذلك فإنه لم تتبقى أي حجج وقفية لديوان الوقف الشيعي في وثائق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة، وبما يبطل حجة تقاسم وثائق الوقفين. وهذا يؤكد ما بيناه سابقا في بياننا رقم 1399 الصادر بتاريخ 13 من شهر أيلول عام 2019، وبياننا رقم 1452 الصادر بتاريخ 17 من شهر تشرين الثاني عام 2020، والرسالة الموجهة من الهيئة قبل أسبوعين لعدد من وزارات الأوقاف في الدول العربية والمسلمة ومشيخة الأزهر ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وعدد آخر من الجهات الدولية والإقليمية، والتقرير المطول المرفق بها بشأن الموضوع، من أن الموضوع يجري في سياق إداري حكومي مستمر ومحقق لرغبات الوقف الشيعي وغير متأثر بالمطالبات والمناشدات والطرق القانونية. ويؤكد كذلك استمرار تنفيذ الاتفاق ونقل أرشيف الأوقاف الحجج الوقفية على الرغم من الوعود بالتوقف وعدم المضي في هذا الموضوع، والوعود التي قطعتها حكومة الكاظمي لبعض الجهات الخارجية بعدم تنفيذ الاتفاق، وأن رئيس ديوان الوقف السني وكالة قد تجاوز توصيات لجان الوقف والمحاضر السابقة ومقترحات ممثلي دوائر الدولة في لجنة الفك والعزل، وقام بالموافقة على تسليم أرشيف وزارة الأوقاف، بل بدأ بالإجراءات الفعلية لذلك. ويؤكد كذلك مخاوف عدد كبير من علماء العراق في بيانهم الموحد الصادر قبل أيام، والذي حذروا فيه الجهات العلمية والدينية في العراق من تصديق الوعود المعسولة ومحاولات ما يدعى التريث وعدم التوقيع التي وعد بها رئيس الحكومة الحالية، وأنها أسلوب مراوغ ومقصود في محاولة لتهدئة الشارع العراقي الرافضي لما يحصل للأوقاف.